انه اكو ثقافة بعد بالحمدانية، اكو هواية اشياء لازم يكتشفوها ويجون ويزورون ويشوفون ويدعمون. حرق الخشب هو فن روسي ألماني. الأغراض والكاوية مع الحرق وهاي أغراضها كلها من روسيا. أنا ما عندي يعني ذيك إمكانية أشتري الكاوية بعشرين ورقة، فاستخدمت معدات بسيطة يعني حسب إمكانياتي، وبدأت بيه قبل 3 سنوات. بس بعد يعني كانت كلها كتمارين، ما كنت كبيع أو أسوي معرض، ما كان عندي هذا الطموح. قبل كم شهر سويت بعض لوحات حتى أشارك هسه بالمعرض. قبل فترة همين كان عندي مشاركة مهرجان السلام، هواية ناس تعرفوا علي من خارج المنطقة، هذا الشيء الحلو. طموحي إنه أكمل يا دراستي بالخارج، لأنه هناك يحترمون الفن وعنده مكانته. نصيحتي للشباب إنه يستثمرون مواهبهم وما يخلون الشيء مكبوت بداخلهم، يطلعوه حتى إذا شيء بسيط. راح يشوفون تشجيع إن شاء الله من الأهل أو من جهات الداعمة المختصة بالشيء اللي يحبوه.